كنت بتعمل ايه؟ بتتعب ازاي على نفسك؟ لا يعني كنت بشتغل على نفسي، انا كنت اشتغلت كتير بصراحه. انا يعني انا بقالي 16 سنه بمثل، يعني الناس فاكره ان انا بقالي كام سنه، لا انا بقالي كتير. ومن اول مره اخدت دور ولا ابتديت الخطوات؟ لا لا لا، بص الحمد لله انا يعني انا في كل حته انا بقولها وما بتكسفش ان انا بقولها، انا ابتديت ادوار صغيره جدا. يمكن اكون ابتديت ادوار زي ما بيقولوا، في ناس ما بتحبش الكلمه، ممكن اكون ابتديت كومبارس، ادوار صغيره جدا في افلام، ممكن ما بتكلمش، مسلسلات ما بتكلمش، في برامج، في حاجات بتاع، ابتديت صغير جدا. انا ما بكسفش اقول ده لان الحمد لله. بتكسف ليه؟ بالعكس. لا يعني في ناس ما بتقولش، انا بقول ده ليه بقى؟ عشان اللي بيسمع الكلام ده يعرف ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، وفي هدف الواحد ممكن يوصل له. الحمد لله انا ما بكسفش من ده، عشان انا مبسوط باللي وصلت له ده. يعني بفكر ازاي افضل في ده، ما ارجعش تاني او اقع تاني او يحصل لي حاجه، انت فاهمه؟ لكن هو ده طبعا انا شايف انه انا مبسوط بنفسي، وشايف ان ربنا اداني نعمه ما كنتش احلم بنصها الحمد لله. يعني بس عارف يا امير، اللي بيقول كده ساعات الناس ممكن تترجم كلامك انه غرور. انا مش شايفاها غرور قد ما الواحد بيبقى فعلا ثقه بالنفس. لا هو الناس هتبقى غرور لو انا بقول لك لا انا طول عمري كده وانسى كل العشر سنين اللي محدش كان شافني فيهم. يعني انا يمكن اخر ست سنين هم اللي ابتدوا اطلع شويه فيهم، الحمد لله ربنا ابتدى يكرمني فيهم، من اول روبي والمواطن اكس وطرف ثالث هم الفتره دول. لكن قبليها اشتغلت حاجات كتير جدا واشتغلت برامج وبتاع، بس ما كنتش برضو باللي انا فيه الحمد لله ده. ما حصلش مره يا جماعه ان كنتوا وقفتوا قدام المرايه وقعدتوا تقولوا ايه الحلاوه دي وبتاع؟ لا مش ما كنتش هقول لك ايه الحلاوه دي، لا كنت هقول ما وقفتش قدام المرايه ومن كتر الاحباطات قلت انا ايه اللي انا بعمله ده؟ ليه مش قادر انجح؟ او ليه الفرصه مش جايه لي؟ او لازم اعمل ايه تاني علشان اخد بطوله مثلا؟ بص انا حصلت لي مرتين، معلش يا حسن، انا حصلت لي مرتين. حصلت لي في 2011 انا لو ما اشتغلتش، لو ما عملتش حاجه السنه دي انا هبطل تمثيل، دي اول مره. تاني مرة حسيت اني عايز ابطل تمثيل السنة اللي فاتت دي. السنة اللي فاتت؟ ما انت طبعا مستغربة، بعد الحمد لله ده كان اكبر نجاح حصل لي والسنة اللي فاتت، بس طبعاً. هو انا تعبت قوي السنة اللي فاتت بصراحة، تعبت ومسؤولية كبيرة جدا. ولما ابتديت بقى افكر وانا هعمل ايه السنة الجاية عشان افضل محافظ على النجاح ده، بقى الهم كله الخوف يعني من بكرة، الخوف بقى بعد كده. ودي اكتر حاجة انا بخاف منها طول عمري، يعني انا راجل قلوق ودايما بخاف من بكرة وببص لبكرة وبفكر ايه اللي ممكن يحصل، هي دي مشكلتي. طب وانت يا حسن، قالوا لي انك انت رجعت اما جيت من دمياط كنت ساكن لوحدك. فعلا كنت بتأكل نفسك وبتمسح وبتكوي؟ بصي هو يعني الحاجات دي هو كنت قاعد لوحدي. وبرضه ده من نفس موضوع الحلقه اللي بتتكلمي فيها، لان الواحد بيقابل شباب كتير جدا وبيحسوا ان مثلا الفنانين دول بيوصلوا للنجاح بتاعهم بسرعه. ما بيعرفوش ان ورا النجاح اللي انت بتوصلي له ده تعب كتير كبير جدا جدا جدا.